طبعا، واكيد المباراه النهارده يمكن برضو اشواطها مختلفه، الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاولاني. الشوط الاولاني يمكن كان رتمنا وهجماتنا والشق الهجومي بالنسبه لنا ما كانش على ما يرام يعني، لكن ده وارد طبعا وله اسباب كثيره، سواء من فرقه الداخليه اللي ادت الشوط الاولاني بشكل طيب يعني، لكن الشوط الثاني افضل طبعا وادائنا الهجومي افضل، والحمد لله اصفر طبعا عن 3 اهداف دول والثلاث نقاط المهمين جدا برضو في مشوارنا، وبحيي اللعيبه على ادائها طبعا واصرارها في الظروف الصعبه اللي انا بقول عليها طبعا، لان برضو الفترات الزمنيه انا عارف طبعا الله يكون في عون اللعيبه، لكن الكلام ده على الفرق كلها، فاكيد طبعا بحيي اللعيبه النهارده وبقول لهم مبروك، وان شاء الله بقى هننتقل لمشوارنا الافريقي ان شاء الله. اتفضلوا. ممكن هو كل شيء وارد، وكانت ممكن الكره اللي جت في العارضه تيجي هدف، وكان ممكن الاهلي يرجع في المباراه تاني، وكان ممكن يبقى فيه صعوبه. كره القدم وارد فيها كل شيء، لكن المهم طبعا الايجابيه في التفكير وفي نفس الوقت الاصرار على الفوز وتحقيق الفوز هو ده الاهم، لكن كل شيء وارد في كره القدم. كره القدم فيها ثوابت، وزي ما انا بقول يعني الداخليه قضت الشوط الاولاني بشكل كويس، واحنا بقول يمكن بالذات ادائنا الهجومي ما كانش في الشراسه بتاعتنا او الريتم بتاعنا في الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني مختلف والحمد لله اتحقق الفوز باصرار اللعيبه برضه. واي مباراه بتبقى فيها طبعا متغيرات ممكن تحصل كتير جدا، لكن في النهايه الحمد لله وفوزنا وفوز كويس، والشوط الثاني راضي عنه جدا، وثلاث نقاط مهمين الحمد لله. الحمد لله. في اسئله ثانيه؟ بشكل ايجابي في الفوز بتاع الاهلي النهارده والتوقيت اللي نزلت فيه. الحمد لله طبعا دي من ايجابيات المباراه، يعني من ايجابيات المباراه النهارده، لكن لازم نعرف ان احنا بنتعامل مع المباراه طبعا، لكن اما بتحصل ايجابيات لحاله زي يعني مروان، ومروان مش حاله لان خلاص مروان جاهز للمشاركه، لكن طبعا زي ما احنا شايفين بيبقى في توقيتات وفي نفس الوقت بقى في منافسه، لكن الايجابيات النهارده ان مروان برضو بيبقى موفق ويجيب هدف، وشوفنا حالته كمان يعني حالته بيقترب بشكل كبير من حاله طبيعيه المؤثره الايجابيه جدا في الاداء وفي ريتمه حتى، فاكيد طبعا مكسب كبير من الايجابيات بتاعه المباراه النهارده عوده مروان بالشكل ده الحمد لله. في اخر المباراتين كان جايب عبد الله السعيد نتيجه الاصابه، يلحق مباراه مولانا ولا الوقت بدايه؟ عبد الله شارك النهارده في التمرين، يعني شارك في التمرين الجماعي، وكان في تأهيل خلال الأيام اللي فاتت دي بشكل يعني تأهيل، بننهي مرحلة التأهيل البدني بالنسبة له، وشارك النهارده في التمرينات الجماعية، وإن شاء الله يبقى جاهز بإذن الله، لكن لسه طبعا هقف على حالته وأشوف حالته عاملة إيه في المشاركة، لكن هو طبعا عبد الله إن شاء الله جاهز لمباراة مولانا بإذن الله. البعض بيقول طبعا إن الدوري اتحسب بنسبة كبيرة، وبيقول إن حضرتك ممكن تلعب الماتشات اللي جاية بالبطولات. لا ما فيش حاجه اسمها بدلاء، كمان ليه اقول يا جماعه ما فيش كلمه بدلاء، يعني ممكن يبقى في فرص للناس، لكن هي مش كلمه بدلاء، لان دايما بقول ما ينفعش لاعب في النادي الاهلي يبقى موجود وما بيبقاش قادر ان هو يشارك في اي وقت، وما يعني ما بقاش كمان انا ممكن استخدمه في اي وقت، اي واحد من المجموعه اللي موجوده معايا في القائمه بيبقوا جاهزين ومفروض يبقوا جاهزين، واختياراتهم اللي احنا بنختارهم علشان يبقوا جاهزين في اي وقت، لكن الدوري لم يحسم وما يتحسم الدوري يبقى نفكر هنعمل ايه، لكن احنا لسه بنفكر في شقين دلوقتي، الشق الاولاني انتهينا منه النهارده، لكن هنرجع تاني لمشوار الدوري ان شاء الله بعد مشوارنا الافريقي، كان عندنا مشوار افريقي ان شاء الله نبتدي بشكل جيد ان شاء الله ونكون موفقين فيه باذن الله. شكرا شكرا لكم. طبعا مبروك لكابتن حسام البدري، لقاء